يا وليداتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالنا. اليوم غنشارك واحد الأكلة عادية زوينة ولذيذة وسريعة. تنحتاجوا المقادير: تنحتاجوا اللوبيا، واحد طبق ديال اللحم مطيشة، بطاطا صغيرة، البصلة، كزبرة ومعدنوس، الفلفلة. وخليكم معايا الطريقة. بسم الله على بركة الله. هاد الفرشة لتحت اللحم باش ما يلصقش لينا على الطاجين. هاد اللحم انا درت فيه كلشي، درت ليه الشرموله ديالو، فيه لحم مسير، فيه الزعفران حر، فيه البصل، فيه الخرقوم، فيه كلشي، كلشي اللي تيحتاج الطاجين. دابا نديرو هاد المرصو ديال اللحم. بسم الله، المرصو ديال اللحم ديالنا في الشرموله ديالو. انا داير غير شويه الزيت، طبعا كنعمل اللوبيا البصل، الطاجين نديروه نصبو، بغينا نصبو على الفاخر نصبو، بغينا نصبو على البوطة بالعافية نهيلة، تيجي لذيذ وزوين، تجي زوين بزاف، وما تبقي مقابله ما والو، نبقى نديرو كلشي. دابا نديرو ميطيشات ديالنا تا هما صاينين، هادو تيدوبو عا بوحدهم، غير بوحديتهم. طورطي طبيب، كنديرو اللوبيا ديالنا المجهدين، نديرو البطاطا ديالنا تا هي هيا، الوليدات والكبار والصغار، قزيبر ومعدنوس وكبيطة الربيع تا هي هيا، الفليفلة ديالنا، وهاد الفليفلات إن شاء الله غنقليهم عاد باش نزين بهم من الفوق. خليكم معايا، دابا سخن الزيت غادي نديروهم يتقلاو إن شاء الله شوية شوية. هادو حلوين ماشي حارين، هما هكدا زوينين زوينين، وجو الطاجين لذيذين. الطاجين رائعين رائعين بزاف، زوينين هما حارين ماشي حلوين. باش نضيفوهم ان شاء الله للطاجين ديالنا. خليكم معايا، بعدنا قلينا الفليفلات غنديرهم في الطاجين ديالنا.
جزائر لذيذ رائع، نشهدكم فيها. الحاجة ديالنا ديال الخضر خضرة رائع وزوين وسريع، مكلفناش بزاف، قدري تنصبيه تمشي ديري شغالك على خاطرك لا ما تقادليه. الخضر كلها فيه نياتي هاد الطاجين ديالنا زوين ولذيذ وغادي يعجبكم ان شاء الله. واليوم شاركته معاكم، انا عجبني وشاركته معاكم، قلت غادي نوري البنيات ديالي الزوينات الحويد كاع غادي يعجبهم ان شاء الله وغادي يديروا وغادي يعجبهم بزاف ولذيذ وزوين. وشاركوا في القناة ديالي، الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم ابنياتي يا وليداتي، الله يحفظكم الله يدخل عليكم السنة بخير وعلى خير وبالنجاح والفرح والسعادة، الله يخليكم ديما فرحانات وديما ناشطات والله يسقم لكم السعادة ويبين لكم السعادة ويخليكم كوريضات مارس، الله يحفظكم. وشاركوا في القناة ديالي وديروا لي لايك الله يرضي عليكم، يرضي عليكم ابنياتي عاونوني شوية الله يرضي عليكم. وشاركوا في القناة ديالي وديروا لي لايك وغادي نديروا بزاف الحاجات إن شاء الله، والله يعاونكم ويسهل عليكم، الله يعاونكم الله يعطيكم الصحة الله يديكم في الجنة ويرحمكم في الجنة ويحفظكم والله يطول عمركم ويسهل عليكم وينجح لكم وليداتكم والسلام عليكم والله يعاونكم وليداتي.